قال رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي إن بلاده ستتمتع بمزيد من الفوائد إذا كانت قادرة على تسوية نزاعها في بحر الصين الجنوبي مع الصين، مشيرا إلى خطط لإنشاء مناطق صناعية في جميع أنحاء البلاد لجذب الاستثمارات الصينية. في الوقت نفسه ذكرت وسائل الإعلام الفلبينية أن الرئيس الأسبق فيدل راموس قبل عرض دوتيرتي ليكون مبعوثا خاصا في المحادثات الثنائية مع الصين، وسوف يساعد على إطلاق محادثات ثنائية حول العلاقات المتوترة بين البلدين. هذا وتولى راموس البالغ من العمر 88 عاما منصب رئيس الفلبين في الفترة ما بين عامي 1992 إلى 1998، وأثناء إدارته كانت علاقات بلاده مع الصين جيدة.